بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأثني عليه وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتناول في هذا الدرس من دروس مقرر علوم القرآن موضوع يتعلق بسور القرآن الكريم. وموضوع السور أو علم سور القرآن الكريم من الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى بحث، وتحتها مسائل كثيرة تحتاج إلى اهتمام. وقد نبه الدكتور مساعد الطيار في كتاب المحرر في علوم القرآن إلى هذه القضية، وعقد بابا كاملا في كتابه المحرر في علوم القرآن، وهو من الكتب التي يعني ذكرت تعريفا موجزا بها سابقا، ونبهت على أنه من الكتب الجيدة، وهو على اسمه المحرر في علوم القرآن. عقد في الباب الثالث منه يعني موضوع مستقلا لعلوم السور، وذكر تحته 5 فصول: أسماء السور وعدد آيات السور وفضائل السور وترتيب السور وموضوعات السور ومقاصدها. ونبه في أول الحديث عن هذا الموضوع بقوله: يعتبر هذا الموضوع علوم السور من الموضوعات الفريدة، حيث إن جمع الموضوعات المتعلقة بالسورة تحت هذا العنوان مما لم يسبق إليه هذا المنهج، يعني أنه لم يأتي في الكتب المتقدمة بهذا الشكل، هم يتكلمون عنها لكن متفرقة. فأن يجمع كل ما يتعلق بالسور في موضوع مستقل، هذا يعني من حسنات هذا الكتاب ومما تميز به. قال: وإن كانت موضوعاته موجودة متفرقة في كتب علوم القرآن، وسأذكر بعض ما يتعلق بهذه الموضوعات إجمالا. فتكلم في هذا الباب الثالث من كتابه علوم القرآن عن علوم السور، المحرر في علوم القرآن عن علوم السور، واستغرق ذلك قريبا من تقريبا 40 صفحة أو أكثر. فمن أراد التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى هذا الكتاب، فإن المقام هنا لا يتسع لذكر كل تفاصيل هذا الموضوع، وإنما نحن ملتزمون بمسائل محددة تتعلق بموضوع السور من خلال المنهج المقرر علينا من خلال كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. فننبه على أن هذا الموضوع يحتاج إلى يعني توسع أكثر، يمكن الرجوع إليه في الكتب التي توسعت فيه. يمكن أن نتناول أيها الإخوة في هذا الموضوع الاصطلاح كما سيأتي، ثم عدد سور القرآن، ثم فوائد معرفة السور، ثم أسماء سور القرآن، ثم أقسام سور القرآن الكريم. فنبدأ أولا بتعريف السورة. ما المراد بالسورة؟ ما المراد بالسورة؟ السورة عرفها المؤلف طبعا من حيث الاصطلاح، أما في اللغة فإن السورة طبعا مأخوذة من مادة السورة بدون همز على الأرجح، سورة غير سؤر بالهمز، سورة مادة السور أو سورة تدل على الارتفاع والإحاطة، على الارتفاع والإحاطة. فمادة السورة التي تجمع على سور معناها في اللغة المنزلة العالية المرتفعة والشيء الذي يحيط بشيء، ولذلك يسمى السور سورا، سور المدينة سورا أو سور البيت سورا، لأنه مرتفع ومحيط بالبيت أو بالشيء الذي يتعلق به أو يحفظه ووضع من أجله. إذن السورة من حيث اللغة تدل على الإحاطة والارتفاع، وهذا موجود في السورة، في سورة القرآن، لأنها لها مكانة عالية ومنزلة شريفة، وأيضا هي تحيط بآياتها التي تشتمل عليها، لأن السورة متكونة من آيات. أما في الاصطلاح فعندنا التعريف الذي ذكره المؤلف، وهو قوله: هي الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع. السورة هي الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع. وبعضهم يعرفها فيقول: هي القطعة من القرآن المشتملة على آي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقلها 3 آيات. هذا ما يتعلق بتعريف السورة في اللغة والاصطلاح، والأمر فيها سهل وهي معروفة، فلا نطيل في بيانها لوضوحها. المسألة الثانية: عدد سور القرآن الكريم. هذه مسألة واضحة، وهي أن سور القرآن الكريم 14 سورة أو 114 سورة، تبتدئ بسورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس، على ما سيأتي إن شاء الله في مسألة ترتيب سور القرآن الكريم. طيب،
ذكر مسألة فيها نوع من اللطافة في البرهان للزركشي، ذكر قال: وفي هذا يلغزون فيقولون أي شيء إذا عددته تجاوز 100، وإذا عددت نصفه لم يتجاوز 20. إذا عددته تجاوز 100، وإذا عددت نصفه لم يتجاوز 20. يقصدون بذلك سور القرآن، لأننا إذا عددناها كلها هي أكثر من 100، لأنها 114 سورة. وإذا عددنا نصفها إلى الكهف لم تتجاوز 20، لأن النصف الأول سور طويلة فعددها أقل من 20. إذن عدد سور القرآن يعني 114، هذا معروف ولا إشكال فيه. هل لمعرفة السورة فوائد؟ نعم، نبه العلماء على فوائد معرفة السور، لعلنا نتناولها من خلال ما أورده الزركشي في كتابه أو من خلال ما تناوله. يعني ما الفوائد من تسوير القرآن أو جعله سورا؟ قال: لتجزئة القرآن إلى سور فوائد وحكم، منها هذه هي الفوائد السور، معرفة السور. أولا التيسير على الناس وتشويقهم، إلى مدارسة القرآن وحفظه، لأنه لو كان سبيكة واحدة لا حلقات بها لصعب عليهم حفظه وفهمه، وأعياهم أن يخوضوا عباب هذا البحر الخضم الذي لا يشاهدون فيه عن كثب مرافئ ولا شواطئ. طبعا طريقة الزرقاني أنه يحب التعبير المشوق الذي يحبب القراءة فيه، فيطيل أحيانا العبارة بسبب حرصه على مثل هذه العبارات. فأولا التيسير على الناس وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وحفظه. قال: ومنها، أي من فوائد التسوير، الدلالة على موضوع الحديث ومحور الكلام، فإن كل سورة وفإن لكل سورة موضوعا بارزا تتحدث عنه، كسورة البقرة وسورة يوسف وسورة النمل وسورة الجن. فالغالب أن لكل سورة موضوعا مستقلا بارزا تتحدث عنه، فكأن من حفظ سورة أو أراد أن يتحدث عن سورة يتحدث عن موضوع مستقل مناسب. قال: ومن فوائد التسوير الإشارة إلى أن طول السورة ليس شرطا في إعجازها، بل هي معجزة وإن بلغت الغاية في القصر كسورة الكوثر. يعني السورة ليس من شرط إعجاز السورة أن تكون طويلة، بل هي معجزة ولو كانت قصيرة كسورة الكوثر، لأن سورة الكوثر هي أقصر سور القرآن. قال صاحب الكشاف الزمخشري في فوائد تفسير القرآن وتقطيعه سورا كثيرة ما نصه منها، أي الفوائد، أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. هذه يمكن أن تكون فائدة مستقلة، أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا. ولذلك الآن المؤلفون في الكتب دائما يقسمون الكتب إلى أبواب وفصول لأجل أن يكون ذلك أحسن وأفضل في التقسيم. ومن فوائد معرفة السور أو من فوائد تسوير القرآن أن القارئ إذا أتم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعد على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله، ومثله المسافر إذا قطع ميلا أو فرسخا فإن ذلك ينفس عنه وينشط للسير، ومن ثم جزئ القرآن أجزاء وأخماسا لأجل أن يعين القارئ والمتعلم له على قطعه. ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها فيعظم عنده ما حفظه، ومن ذلك حديث أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم فينا جل فينا. ومن كانت القراءة في الصلاة ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب أنه كان يقرأ في الركعة بسورة كاملة. ومن فوائد أيضا السور وتقسيم القرآن إلى سور أن التفصيل بحسب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، لذلك نحن نرى أن السور الطويلة كلها في أول القرآن ثم يبدأ ينقص شيئا فشيئا، هذا فيه نوع من يعني حسن الترتيب وحسن الملائمة بين القرآن الكريم، وبذلك تتلاحق المعاني والنظم إلى غير ذلك من الفوائد. هذا ما أورده منا الزرقاني عبد العظيم محمد بن عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن، وهو من الكتب الجيدة، مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد بن عبد العظيم الزرقاني المتوفى سنة 1367 من الهجرة. وقد بينا أن هذا الكتاب كتاب مهم ويعتبر من أهم كتب علوم القرآن الكريم. وبهذا نكون قد انتهينا من تعريف السورة ومن عدد سور القرآن ومن فوائد معرفة السور. بقيت بعض المسائل نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.